السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما نرحب بالمشايخ الذين معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج فاستقم كما أمرت. نرحب بفضيلة الشيخ فايز العوجة. يا هلا بك شيخ فايز. مرحبا شيخ محمد. هلا بك، مرحبا فيك والمشايخ الكرام. الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير. كما نرحب بفضيلة الشيخ إسماعيل العدوي. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم جميعا. هلا بك، الله يرحب بك يا شيخ. ونرحب بفضيله الشيخ خالد بموزة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك ان شاء الله. كمان نرحب ايضا بفضيله الشيخ الداعيه وما في عزب. بارك الله لك ويسر الله امورنا اجمعين. امين. الله يسعدك. جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافيه. لنا اليوم موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بمدرسه، وحق لنا ان نسميه مدرسه، الا وهي مدرسه الصوم، خاصة في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشيخ فايز، هلا. رمضان مدرسة نتعلم فيها شتى المواضيع. نعم. نستفيد منها استفادات كبيرة. نعم جدا. صحيح. لا شك أن شهر رمضان شهر كريم، شهر الرحمات، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة. من ميزة هذا الشهر أن أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، شهر خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، شهر الصلاة فيها مضاعفة، الأجر فيها مضاعف، شهر البر، شهر الإحسان، شهر الصدقة، شهر الصلة. شهر رمضان مدرسة للصبر، مدرسة لرقي النفس، مدرسة لارتباط النفس وتعلقها بالله سبحانه وتعالى، مدرسة لو ينظر الإنسان إلى حال السلف الصالح في شهر رمضان لا أقل من شأنه في هذا الشهر ومن عبادته في هذا الشهر. فشهر رمضان مدرسة كريمة ينزلها الله سبحانه وتعالى، والخير والموفق من أدرك شهر رمضان. سبحان الله. سبحان نجد وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم الله فيما عليه قاله وسلم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي خص الصيام شيخ إسماعيل بالأجر العظيم. صحيح. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما خص الله سبحانه وتعالى الصوم دون سائر العبادات بهذه الخصيصة؟ سبب ذلك والله أعلم، يعني أن الصيام فيه تمرين للنفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل في جميع الأحوال، ومرتبة الإخلاص هي أعلى مراتب العبودية، ولذلك كان الصيام لأن فيه هذه الخصيصة كان فيه الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يمكن أن يعني يرائي في أي عبادة، في الصلاة مثلا يراها الناس وهو يصلي، في الإنفاق يراها الناس وهو ينفق، لكن الصيام هذا سر بين العبد وبين ربه. قد يظهر للناس أنه صائم مو في الحقيقة هو بينه وبين نفسه غير صائم، ولأن فيه هذه الصفة الإخلاص كان له فيه هذا الثواب، وذلك قال في الحديث أن هذا الصيام بيني وبين عبدي، ولذلك يجزي الله عليه الجزاء العظيم. وإذا تحصل الإنسان من الصيام على هذه الصفة، صفة الإخلاص، فإن ذلك يعني يجعله من أكبر عباد الله المتقين، لأن التقوى في الحقيقة ترجع إلى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وإنما إذا حققت الإخلاص فأنت تدور في هذا في هذه الدائرة. سبحان الله. نعم. رمضان مدرسة يعني تعلم الإنسان الإخلاص خاصة في هذا الجانب. لا شك هو من المدارس أو من العبادات التي ترسخ في العبد جانب مراقبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل في العمل. ما شاء الله. نعم. وحكى شيخنا الفاضل بعض العلماء في هذا، قيل أن رمضان هي العبادة الوحيدة، أو الصوم يعني هو العبادة الوحيدة الذي لم يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. صحيح. صحيح. نعم. بسبب الإيش؟ أنها كما يقول بعض العلماء أنها عبادة سلبية، سلبية يعني ليس لها مظهر. سبحان الله. نعم. ليس لها مظهر مثل الصلاة والإنفاق والحج والعمرة وما إلى ذلك، هذا لها مظهر. إذا رحت العمرة الكل ترى بيدري إن أنا رحت الإيش؟ العمرة. صحيح. زين، لأني بسافر وبروح وباجي وبطوف حول البيت وما إلى ذلك. إلا الصيام، الصيام هذه عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن فيها جانب آخر، أنك أنت عندما تطيع الله عز وجل فتمتنع عن المباحات مش عن المحرمات. جميل. فتمتنع عن الشرب
والطعام وشهوة الفرج، وتمتنع أيضا عن قضية الكلام البذيء لله سبحانه وتعالى. تستمر في ذلك لمدة شهر كامل. تخيل هذه القضية. ثم تأتي بعد هذا الشهر، أنت دخلت مثل ما يقولون إحنا نقول دورة. نعم. دورة في ضبط النفسي، وشلون أني أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى في السر. زين، أنا أقدر أكل في بيتي وأشرب في بيتي وأفعل أي شيء في بيتي، ما حد يراني، وأخرج أمام الناس أقول ما أنا صايم. نعم. زين، لكن الله سبحانه وتعالى قضية المراقبة، قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، هي مدرسة فيها كل هذا التنوع الهائل من العبادات والقيم التي لا توجد في غيرها من المدارس. على فكرة هي أطول مدرسة للتربية في الإسلام، لأنها تأخذ مدة شهر كامل. أيضاً يعني الصوم يعني الذي يحصل منه الإنسان على هذه المعاني ويتحصل من هذه الفوائد ليس هو فقط الصوم عن الطعام والشراب، يعني هذا مسألة يجب يعني يدركها الصائم. جميل. أنه ليس فقط إذا ترك الطعام والشراب، وهي أمور مباحة في الأصل كما ذكر الشيخ، سيتحصل على هذه المنافع أو ستنعكس عليه صفة الإخلاص أو التقوى والمراقبة. لابد أن يصوم الصيام الكامل، الصيام الحقيقي، وهو أنه يحفظ صيامه مما يخدشه من اللغو والرفث واللغط والمجادلة مع الناس. ولذلك جاء في الحديث يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني تترك ما أبيح لك ولا تترك ما حرم عليك، فما انتفعت من الصيام أصبح صيامك خاويا ليس فيه الروح التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لكلام أخي الدكتور جزاه الله خير، يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سبحان الله. فإذا لابد هناك من أن يكون للصائم خلق يميزه عن غيره، يعرف بخلقه وتواضعه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب مألوف، يعني يجوز أن أنا إذا اعتدى علي أحد أن أرد عليه، فقال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وبالتالي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا طول السهر أو التعب والسهر. نعم. فنحن في حاجة إلى صيام راق يهذب الأخلاق والقيم ويسمو بالمسلمين إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه أصلا. أمة لا تقول إلا الحق ولا تحكي إلا هو ولا تدعو الناس إلا إليه وتدعو الناس لمحاسن الأخلاق، وهو أيضا شهر الكرم. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن. أنا خبر شفت أهل قطر زوم الله خير بيوتهم مشرعة في رمضان، تجد الناس حتى الصحون هذه تتحول من كل الديرة كلها تأكل من طعام كل المنطقة اللي حولها، حصل هذا من عند أبو فلان وأبو فلان، وبعدهم عم دشة موجودة يدعو إلى الفقراء والمساكين، المجالس عامرة بالناس. الحين الجمعيات الخيرية تقريبا سحبت عدد كبير من هذا القطاع الذي كان يستفيد منه أهل الخير. صحيح. عندنا في العزيزية ما شاء الله تبارك الله تجد عامرة بالناس من كل مكان ما شاء الله. هذه مدرسة ينبغي أن نحافظ عليها. صحيح. لأن تتعلم الآن من فطر صائما كان له مثل أجره. نعم. قد يكون أنا صائم مخدوش، ولكن يكرمني الله تبارك وتعالى بعبد صالح، ولا يلزم في إطعام الصائم أن يكون فقيرا، فقد لا يكون فقير ولكن يزور أخاه ليأكل من طعامه كرامة له. صار أنت الآن ربنا من عليك بتفطير صائم، أنت في هذا اليوم الله أكرمك صليت الصلوات الخمس في الجماعة، قرأت جزءا أو أكثر من القرآن الكريم، فعلت فعل خير، كل هذا يأتي من حسناتك. ولذلك كانوا يتخيرون أيضا من يأكل من طعامهم، يريد مشروع استثماري كبير. كيف يمكن للشخص أن يعني يرتقي بصيامه ويكمله ويحافظ عليه يعني مما يخدشه؟ يعني ما هي الوسائل التي يعني إذا فعلها الشخص كمل صيامه وحسن صيامه؟ يعني أنا في ظني والله أعلم يعني من الأمور التي يعني قد تكون يعني مساعدة على هذا كما جاء عن السلف، وهو الاشتغال بالطاعات، الحرص في أثناء شهر رمضان على الاشتغال بالطاعات، ومثل ما ذكر الشيخ قراءة القرآن، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف في أيام الصوم يلزم المسجد حتى يحفظ جوارحه،
فهذا من الأمور التي تساعد الصائم على يعني حفظ صيامه. سبحان الله. ولهذا كان صحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على مجيء رمضان، وكان إذا انصرف عنهم رمضان جلس الرجل 16 ستة أشهر يدعو الله أن يتقبل منه رمضان، وستة أشهر أخرى يدعو الله أن يبلغه رمضان. كان الإمام الشافعي له ختمتين للقرآن في الليلة في ليلة واحدة من رمضان. ولهذا كانوا حريصين السلف الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا الخير، أن يفعلوا الخير في هذا الشهر. ولهذا والله كان لدينا شيخ موافي في مسجدنا جامع الحي في 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 أم الصلاة محمد، كانوا أهل المنطقة يأتون بإفطاراتهم كلهم لهذا الحي. لم نعرف إفطار الصائم، ولو وكنا نحن ونحن صغار نشرف على 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 السقيا ونشرف على الشاي والقهوة، بل كان والله يا شيخنا كبار السن معنا لا يفطرون، يفطرون مع الخدم ويفطرون معنا في المسجد ويقومون لصلاة المغرب ثم يرجعون يكملون. وهكذا كانت دائرة في فضاء الأعمال. كان رمضان والله يا شيخنا رمضان لا يعني لا يختلف نهاره عن ليله في طاعة الله سبحانه وتعالى، من صلاة من قيام من قراءة قرآن، بل والله تجد كبار السن حريص على مصحفه، تجد عنده مصحف مغلف هذا المصحف، ولكن في شهر رمضان واضع هذا المصحف أمامه أبد هذا مكاني كما يقولون يعني. فسبحان الفضاء الكثيرة يعني سبحان الله يا شيخ خالد، نرى يعني من كلام المشايخ أن رمضان مدرسة اجتماعية صحيح، تآخي بين الناس بشكل كبير جدا. في هذا المجال احنا في قضية التربية من أصعب الأمور التي مدرسة الصيام تساعدك على حل مشاكلها تغيير العادات. يا سلام. نعم. تغيير العادات. شوف في رمضان أول يوم من رمضان تشوف المساجد امتلأت صحيح، وتشوف المصاحف قد فتحت. سبحان الله. عرفت شلون؟ نعم. صح. لكن هذه العادة إذا استمرت لمدة 30 يوم يجب كداعية أنك أنت تقول لهم يا جماعة اللي تعود على الصلوات الخمس في رمضان لا يأتي بعد رمضان فيهملها، الذي تعود على أن يقرأ القرآن كل يوم ويكون له ورد يومي من القرآن الكريم لا يأتي بعد رمضان، لأن من أعظم سننه صلى الله عليه وسلم الديمومة. صحيح. كان عمله ديمة. صحيح. وكان يقول أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قد تقل قراءتك بعد رمضان. يمكن في رمضان أنت كل يوم تقرأ جزئين أو ثلاث، لكن بعد رمضان لا تنقطع حتى لو تقرأ إيش صفحة واحدة. هذا هذه الاستمرارية هي التي تغير العادات. لأن ليش يقول الشيخ علي الطنطاوي المربي الفاضل يقول أيها الإنسان أنت مجموعة من العادات، أنت كل إنسان هو عبارة عن مجموعة من العادات. نعم. يمارسها يوميا، يمارسها أسبوعيا، يمارسها شهريا. فإذا كانت عاداتك أكثرها صالحة فأنت إنسان صالح، وإذا كانت عاداتك أكثرها سيئة فأنت والعياذ بالله إنسان سيء. سبحان الله. من الأمور الجميلة أيضا في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي صدقة أفضل أو أعظم أجرا قال صدقة في رمضان، لأن بعض الناس قد ينقطع العبادة ولا يجد فرصة عمل، لأنه كما ذكر الشيخ جزاه الله خير أنه يريد أن يحفظ جوارحه من الوقوع في الحرام. نعم. وقد يكون العمل في بعض المناطق التي فيها اختلاط الرجال بالنساء كالأسواق وغيره عادة تشغل الإنسان. صحيح. وقد تمتد عينه إلى ما لا يجوز له النظر إليه، قد ينطق بكلمة لا ينبغي أن يقولها وهو صائم. فبعض الناس أحيانا قد يوثن يظل في المسجد طيلة رمضان حتى يحفظ جوارحه، لأن ليس الصيام فقط عن الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. بعض الناس ما يتحمل، وقد يكون ليس من عادته أن يكون قاضيا على ضبط سلوكه، فيقوم يشرد من هذه المسألة ويقول لك خليني في المسجد عسى الله أن يمن عليه بصيام مقبول. فيأتي أهل الفضل وأهل اليسار والكرم ليكون طعامك علينا وسحورك علينا، فكأننا عناه على أداء عبادة رائعة ونقية وخالية من المشاكل. سبحان الله. ولهذا من رمضان سبحان الله يا شيخنا الكريم مدرسة. نعم. إن لم يتغير في رمضان لن يتغير في رمضان.
صحيح لها دور عظيم. يعني أيضا إذا أراد الإنسان أن يستفيد من رمضان وتنعكس عليه الصفات هذا الشهر الكريم، فليحافظ على المكتسبات ولا يجعلها يعني ولا يخسرها بسهولة. فمثلا رمضان نوع من التطهير للبدن من الرواسب الطعام طول السنة، فلا تصوم في النهار وتأتي في الليل أيضا وتضاعف الأكل، فأيضا تخسر هذه الفضيلة. وكما أنه تزكية للبدن هو تزكية للنفس. جميل. فإذا كنت أنت في نهار رمضان تقرأ القرآن وتغض البصر، فلا تأتي في الليل يعني في النهار تتكسب هذه الصفات الحسنة، فلا تأتي في الليل أيضا وتطلق لنفسك العنان. فليل رمضان له احترام أيضا، كما أن نهار رمضان له احترام. والإنسان إذا حافظ على يعني صفات رمضان وأخلاق رمضان في الليل والنهار، فإن شاء الله سيستطيع كما قال الشيخ أنه بعد رمضان يكون أسهل عليه. أما إذا هو في أثناء رمضان بين مد وجزر، فإنه سيكون أضعف على الانطلاق والاستمرار بعد رمضان. طيب إحنا مشايخنا نريد أن نوجه رسالة لبعض الناس اللي يجون مثلا في رمضان، صحيح؟ تمتلئ المساجد، يعني أول يوم الناس تحصلهم مقبلين وكذا، فيجون ناس عنيفين في الرد يعني، فعلى طول يصادمهم يقول لهم إيه ما عرفتوا المساجد إلا في رمضان، يعني ما عرفتوا القرآن إلا في رمضان. فنبغي رسالة حق هؤلاء الناس إنه لا تشمت، بل رغبهم في الموضوع، رغبهم قضية الترغيب، بشروا ولا تنفروا. نعم. هي قضية الترغيب، هي قضية زين الحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي إيش أحسن، التي هي أحسن. فأنت عندما ترى هؤلاء الناس أقبلوا، تبدأ إيش ترغبهم في الجنة وتخوفهم من النار. جميل. وتعرفهم بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعرفهم بقيمة القرآن الكريم. سبحانه. خيركم من إيش من تعلم القرآن وعلمه. نعم. وعلمه. فتبدأ ترغبهم في ذلك وتقول من دائما. شوف إحنا دائما شو نسوي لما نريد أن نرغب الأولاد؟ نقول ترى أحسن الناس من يفعل كذا وكذا. صحيح. وخير الناس من على فكرة هذا. نعم. هذه كان منهجه وسنته صلى الله عليه. صحيح. وسلم. شيخنا موضوع مهم. نعم. لكن فاصل ونواصل بعده في نفس الموضوع بإذن الله تعالى. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نرجع ونستأنف مع المشايخ ما كنا نتكلم عنه من ترغيب الناس في العبادات بدلا من تنفيرهم. نعم. من أجمل ما يمكن أن يقوم به الداعية خاصة الدعاء في رمضان، يعني أعطيكم تجربة اللي أنا أسويها في رمضان. أنا أمسك مسجد ويصير عندي درس كل بعد صلاة العصر. تمام. لكن هذا الدرس هو عبارة عن سلسلة أدخل في مجال إيش سلسلة. مثلا آخر رمضان كان عندي سلسلة اسمها قانون نبي، في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم هي قوانين في الحياة. زين. قانون إيش نبي؟ الرفق. الرفق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع عن شيء إلا شانة. ليش أنا أسوي هذه السلسلة؟ لأن أنا عندي جمهور كبير لا يأتيني إلا إيش في رمضان. أنا أستغل. طيب كيف يكون الرفق في حياتي؟ كيف أكتسب عادة الرفق؟ طيب ما هو الرفق؟ جميل. زين. ما هي مظاهر الرفق؟ زين. أأتي إلى القانون الثاني، قانون الوعاء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أقوله في رمضان. زين. كيف ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. لقيمات يعني فيها كم وفيها عدد على فكرة. صحيح. زين. فأنت تبدأ إيش تغير من عاداتهم إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يمارسها في كل حياته. كان يأكل بثلاثة أصابع. نعم. وكان يأكل لقيمات ما يزيد ما يضرب بالخمس. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. نعم. جوابا على كلام. نعم. السؤال اللي طرحه. نعم. الشيخ يحيى، يعني هذا اللي يقول مثلا ما عرفت المسجد إلا في رمضان، هذا كلام غير صحيح. لماذا أنت تنفر الناس وتطردهم من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ صحيح. دعه يقبل على الله سبحانه وتعالى، دعه يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. العبد إذا أقبل على الله فإن الله عز وجل يقبل عليه. قياس كلامك أنه إذا تاب بعد أن حصل له ظرف معين تقول له لماذا تبت؟
أو إذا رجع إلى الصلاة تقول له لماذا رجعت إلى الصلاة؟ هو الآن راجع إلى الله ومقبل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل عبده في أي وقت وفي كل لحظة. فهل أنت عزم من الله سبحانه وتعالى حتى لا تقبل عبادة الإنسان أو لا تقبل توبته؟ لو تاب قبل أن يموت بلحظة، قبل أن يغرغر، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. ولذلك الواجب علينا أنه إذا رأينا إنسان أقبل نقول له أهلا وسهلا، وهذا محلك الذي يجب أن تكون فيه دائما، ونشجعه ونذكره، وكما ذكر الشيخ تكون هناك برامج ممتاز. تكون هناك سلاسل تقرب إلى الله، توضح له الأحكام الصيام، توضح له كيف تكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان إنسان لك عنده حق من مال أو غيره فجاء يؤدي إليك، تقبل هذا الحق ولا تقول له لا تؤدي إلي؟ نقبل. تقبل. وكذلك إذا رجع إلى الله يجب أن تكون أشد فرحا من رجوع حقك إليك. رمضان حقيقة فيه كم هائل من المنح الربانية التي استغلت عبر التاريخ وحققت إنجازا، لذلك معظم الانتصارات كانت في هذا الشهر. سبحان الله. لأن رمضان يمنح الله فيه منحا لا يمنحها في غيره، والله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يفضل بعض مخلوقاته على بعض، وهو على كل شيء قدير. فضل بعض الناس على بعض، فضل بعض البقاع على بعض، وفضل أيضا بعض المواسم أو الزمن على بعض. فرمضان خيرة الله تبارك وتعالى، ولذلك من عطاء الله تعالى الذي ينبغي أن نفطن له جميعا وأن يفطن له جميع المسلمين، مسألة أن رمضان فرصة لإجابة الدعاء وقضاء الحاجات. قد تكون لي حاجة وقد أكون ألححت على الله تبارك وتعالى، ولكن لم يصادف قدر الله الذي شاء سبحانه، فلبركة الزمان، لبركة الليل، بركة النهار، فأنت بالنهار صائم والصيام من أجل العبادات كما ذكرنا من قبل، وأنت بالليل قائم، والقيام هذا عمل النبيين والصديقين وخيرة عبادة رب العالمين. فإذا أنت بين عبادتين، والقرآن الكريم معك، والاستغفار معك، وإكرام الناس معك، والصدقات معك، فيكون هذا الجو أحرى أن يستجاب لك. ولذلك الصائم له دعوة لا ترد. الرواية الموجودة حتى يفطر أو حين يفطر، لو قلنا حتى يفطر معناها للغاية، معنى ذلك أنك من لحظة الإمساك إلى لحظة الإفطار أمامك فرصة أن تدعو الله تعالى بما شئت، وقت طويل يعني، وكل دعائك في رمضان مستجاب، لأن هذا من إكرام الله تبارك وتعالى، متلبس بعبادة تنفع عبادات أخرى. أخر ما يقول عبد من ربه وساجد، فالسجود لأنه عبادة خاصة، الدعاء فيه أسمع من غيره. وبالتالي أيضا أقول لكل مبتلى، لكل صاحب حاجة، لكل مريض، لكل مدين، لكل من له عند الله تبارك وتعالى حاجة، نقول رمضان فرصة ذهبية، احرص على أن تلح على الله، واعلم أن الله يحب الملحين في الدعاء، واعلم أن الله لا يمل حتى تمل، واعلم أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وعد الله لا يخلف الله وعده. صحيح. ونتلبس شيخ فايز، سبحان الله، كيف ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فأني قريب، أين ذكرها؟ بين آيات الصيام سبحان الله ذكر الدعاء. نعم. ولهذا سبحان الله شيخنا، من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن خصها في شهر رمضان. نعم. الأقوام التي قبلنا يا شيخنا عندهم صيام، كان نوح عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوم، وموسى عليه السلام صام 40 ليلة. نعم. لله سبحانه وتعالى، ولكن لم يخص الله سبحانه وتعالى إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أو لشهر رمضان. حتى فرضية شهر رمضان على أمة محمد كانت بالتخيير، ولم تكن في أول الأمر كانت تخييرا لهذه الأمة، من أراد أن يصوم ومن أراد أن يفتدي، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى القول القاطع، شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا وجوب من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد، فقط أمة محمد يا شيخنا، علما أن الأمم السابقة بني إسرائيل، قوم موسى، قوم نوح، قوم عيسى بن مريم صاموا. عيسى بن مريم في روايات أنه صام شهرين لله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا كله يا شيخنا جعل الله سبحانه وتعالى من النعم لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. رمضان خصيصة لأمة محمد، فرمضان خصيصة سبحان الله لأمة محمد وللمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. في رمضان يعلمنا مشايخ كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني يوم تمتنع عن المباحات، يوم أنت جالس باقي على أذان المغرب دقيقة واحدة ما تقدر تأكل، لازم تنتظر هذه الدقيقة أو نص دقيقة أنها تروح. الفجر خلاص ما دام أذن عليك
ها تمسك عن الطعام والشراب. فودنا نتكلم عن كيف رمضان يربيك على كمال العبودية لله سبحانه وتعالى وأن تكون عبدا بحق لله سبحانه وتعالى. هذا يعني كما أن فيه يعني كمال العبودية، يعني أيضا أنت لفت نظري إلى قضية مهمة واسمح لي أني يعني أدخل بهذا الشيء، وهو أن من فوائد العبادات سواء الصلاة أو الصيام أنه يعلم العبد على الاهتمام بالوقت. جميل. والترتيب وإدارة الحياة. فمثل ما ذكرت يعني الآن لو بقي دقيقة على أذان المغرب لا يمكنك أن تأكل. نعم. وإذا جاءت هذه الدقيقة وأذن المغرب لا يمكنك أن تؤخر الأكل. فهذا كما أنه في تمام العبودية، فأنت في وقت لا تأكل وبعد دقيقة يجب أن تأكل وينبغي أنك تفطر. فأنت إذن يعني مستسلم لله سبحانه وتعالى حتى في قضية الإمساك عن الأكل وفي الأكل. ومن جهة أخرى أيضا أنت حياتك مرتبة وأنت الدقيقة لها وزن عندك، فانظر إلى يعني تلازم الصفتين العبودية والعناية بالوقت في الصيام وكذلك في الصلاة في دخول الوقت وخروج الوقت وما شابه ذلك. من أجمل ما قرأت، الصيام أو شهر رمضان هي العبادة الوحيدة التي تدخل فيها كل العبادات. الله أكبر. الصدقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان. نعم. الاعتكاف. جميل. في رمضان. العمرة. في رمضان. في رمضان. نعم. الصلاة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. غفر له. ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. غفر له ما تقدم من ذنبه. الكلام زين. نعم. وقضية الكلام هذا موجودة أيضا في قضية إيش؟ الصيام. جميل. زين. فترى كل العبادات دخلت في قضية الصيام، فليش يكمل المرء إيمانه إذا أتى فعلا رمضان كما ينبغي. صدقني يخرج من رمضان بشكل غير طبيعي. هذه عونة من الله سبحانه. نعم. وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل في رمضان؟ صفد مردة الشياطين. سبحان. نعم. الله. فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان. الله يعطيكم العافية مشايخنا، فاستفدنا منكم أن رمضان مدرسة متنوعة يغرف منها الإنسان من كل شيء. نسأل الله بمنه وكرمه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل ويبلغنا ليلة القدر، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.